رجعنا مرة تانية من الفاصل وعندنا كلام كتير عن بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري اللي بتقام في الكونغو بمشاركة فرق رجال وسيدات الأهلي. هنحلل مشوار الأهلي والاستعداد للمباراة المقبلة مع كابتننا الكابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق لكرة اليد. كابتن سامح برحب بحضرتك، برحب بيك انا ونهواند ومشرفنا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك لمكانك طبعا، يعني حضرتك من املاء النادي الاهلي ونجم سابق طبعا في هذه الرياضه اللي مؤخرا عامله طفره كبيره جدا والمشرفانة سواء على منتخب على مستوى النادي الاهلي او على المنتخب، ففي تطوير حاصل. خلينا نبدا من هنا ونقارن شويه الاداء بدايه بزمان من جيل حضرتك بالكره حاليا في كره اليد. هو دلوقتي يعني نقدر نقول ان النادي الاهلي مش على صعيد الكوره بس، على صعيد جميع الالعاب، صحيح ان ابتدى يحط الفرق على التراك الصحيح، بحيث ان احنا جايبين مدرب من احسن 4-5 مدربين في العالم بالظبط اللي هو ديفيد، فابتدى يطور في الاداء وابتدى يطور في مستوى اللعيبه، وبالتالي نفس القصه ماشي مع سيستم واحد لان هم مدرب منتخب اسباني وده اسباني، فماشيين كلهم في نهج واحد ومطلعين لعيبه كويسه لمنتخب مصر. والسنه دي النادي الاهلي بيطور في مستوى لعيبته سواء السيدات او الرجال، ان هو خلاص بيبتدي يفكر نلعب على بطوله. احنا كنا زمان فرق السيدات بالذات احنا كنا بنلعب خامس سادس، السنه اللي فاتت البطوله اللي قبل كده احنا واخدين ثالث، السنه دي ان شاء الله هنلعب على الفاينل باذن الله. شايف فكره التدعيمات اللي الاهلي بيعملها في فرق الالعاب الصالات والدور الكبير للكابتن خالد العوضي، يعني عامل طفره، يعني دعم لا محدود طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، بنشوفه واقع على ارض الملعب مش في كره اليد بس في كافه العاب الصالات. ازاي كابتن سامح؟ بص يا كابتن فاروق، النادي الاهلي حاطط سياسه السنه دي ان انا عايز اطلع من الاجيال اللي تحت، يعني انا عشان ماسك انا مدير قطاع الناشئات، فانا بجيب لعيبه مثلا تحت 2008 2010 2004 بجيب اللعيبه. احنا كنا زمان بنجيب لعيبه عشان تفيد لي الفرقه، لا احنا دلوقتي السيستم ماشي طبعا لو حطه كابتن خالد وكابتن ياسر لبيب، ان احنا بنحط نجيب اللعيب اللي هيفيدني في الدرجه الاولى بالزبط. المقاييس بتاعته اللي هينفع اللعيب، مش مهم فرقتي دلوقتي، على المدى الطويل اللعيب ده هيفيدني في الدرجه الاولى ولا لا. فدي سياسه السنه دي ماشيين عليها ومطبقينها، ومعانا طبعا الكابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين والنشئات، فدي مطبقين السنه دي السياسه ديت، ودي اللي هتفيد النادي الاهلي بعد كده، ان انا مش هشتري لعيبه من بره. دي نقطة كويسة جدا. واللي عجبني كمان انه الناس اتكلمت كتير عن مركز حراسة المرمى سواء في رجال او سيدات، برضو عامل قوة واساسي طبعا سواء بنتكلم عن اليد او اي الرياضات اللي هي الجماعية اللي بيبقى محتاجة جول كيبر، لا انت عندك تطوير كمان سواء على مستوى الرجال او السيدات، ده راجع لايه برضو كابتن سامح؟ ده راجع ان احنا عندنا برضو اللي هقوله لك من قطاع الناشئين تحت، انا عندي 2006 عندي جول حراسة المرمى بتاع 2006 اللي هي جهاد وائل، دي جهاد بتلعب منتخب 2004 اساسي وبتلعب منتخب 2006، والسنه دي ان شاء الله ربنا يكرم وتصعد مع الدرجه الاولى. فرح الشاذلي اللي احنا جايبينها من نادي الشمس دي تعتبر من احسن اجوان في مصر، عامله طفره السنه دي. وجود سحر مع وجود فرح مع منا ومع جهاد هتدي خبره طبعا، الاجيال هتبقى متصاعده بعد كده. مين اللي بيدرب برضو حراسه المرمى تحديدا؟ عندنا كابتن صلاح بيدرب في الدرجه الاولى، وعندنا كابتن ندى بيتدرب في قطاع الناشئين. يعني برضو كابتن ندى ليها برضو كابتن ندى جول منتخب مصر وجول النادي الاهلي، فليها خبره كبيره فبتفيد في الاجيال اللي تحت. حلو كابتن سامح، شفت ازاي مباراه الاهلي بالامس امام فريق ام بي سي الكونغولي اللي انتهت ب 37-24 لفريق النادي الاهلي، وكانت مباراه وجيم كويس جدا. شفت ايه الايجابيات والسلبيات في هذه المباراه؟ هو انا شايف ان فريق الاهلي، هنتكلم الاول على فرقه الرجال يعني ماشيه بخطى كويسه وان شاء الله هتوصل للنهائي، والموضوع بالنسبه للرجال ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه. بالنسبه للسيدات احنا عندنا فرقتين اللي هي بترو اتلتيكو الانجولي واول اغسطس الانجولي، دول من ساعه ما اتعملت البطوله دول ابطال افريقيا، يعني اول اغسطس واخدها 7 وبترو واخدها 2 اللي هم 9 بطولات اللي اتلعبوا بتوع افريقيا كلهم، فدول الفرقتين الجامدين في افريقيا كلها. فاحنا معانا اول اغسطس في المجموعه، لو ربنا كرم وعرفنا نخبط اول اغسطس يعني، بس ده موضوع انا عارف ان ده موضوع صعب شويه، هنروح للناحيه الثانيه لبترو اتلتيكو، نقدر بقى بترو اتلتيكو ده ماتشنا في الملعب، لو ان شاء الله كسبنا بترو اتلتيكو يبقى احنا ان شاء الله في النهائي، وماشيين الحمد لله مدعمين كويس، يعني احنا معانا لعيبه من افريقيا من اول اغسطس جايبينها من انجولا، فان شاء الله دي هتدي اضافه ليها، زائد فرح الشاذلي زائد بقيه اللعيبه طبعا، والكابتن محمد عادل مطور في مستوى اللعيبه في مستوى عالي، فان شاء الله السنه دي يعملوا حاجه كويسه باذن الله.
عندك قرعه السوبر جلوب وكاس العالم للانديه، والقرعه بتاعتنا حطتنا برضو مع منافسين شداد جدا منهم برشلونه، فالناس منتظره المباراه وفي توقعات من دلوقتي والحديث هل احنا نقدر ولا لا. خلينا نطمن من حضرتك يا كابتن سامح. بصي حضرتك، احنا اصلا يعني طبعا برشلونه دي فرقه من فرق الابطال عالم، فاحنا بنتحط على التراك. هم البطوله اللي فاتت لعبوا فرق تقيله من فرنسا، اللي هي البطوله كانت في البوسنه وصربيا، لعبوا فرقه تقيله. الراجل ماشي الحمد لله بخطى كويسه وعارف هو بيعمل ايه عشان يوصل لايه، فان شاء الله الناس هتتفاجئ في بطوله كاس العالم دي بفرقه هتبقى منافسه باذن الله. يعني ان شاء الله ده وعد. ان شاء الله ان شاء الله. يعني استعدادات من دلوقتي لبطوله كاس العالم بنتكلم على اعلى مستوى. هو مستعد من 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 شهرين. البطوله اللي هو عاملها دي هو مش عاملها عشان بطوله افريقيا او بطوله الدوري، عاملها عشان بطوله كاس العالم. كويس جدا كويس جدا. كابتن سامح، شايف عمليه مزج الاعمار ما بين عندك السن الصغير والسن الكبير، وخلاص انت عملت توليفه ما بين مختلف الاعمار، هل ديفيز قدر يحط ايده على نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي بشكل سريع؟ بص في رأيي، هو ديفيز عنده ميزه ان هو دايما بيبص على الفرق الناشئين، فدايما دي نقطة مهمة جدا. بياخد العناصر. طبعا دي نقطه مهمه، ودي اللي بتفيد النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده على الـ على الـ على اللونج ران. فبيطلع من هنا مع من السن الصغير بتحطه في مع شغل الدرجه الاولى، فبحيث ان انت بتلاقي اربع خمس لعيبه من تحت لما بيخشوا في السيستم يبقى كله ماشي بسيستم واحد. شلت ده من هنا حطيت ده هنا، نفس القصه اللي معموله في الكوره. يعني انا عندي 12 13 لعيب، ده مكان ده مكان ده، كل واحد عارف السيستم اللي هو شغال فيه. ما عندوش اللعيب المميز، يعني ديف ما عندوش لعيب، عنده سيستم شغال كل اللعيبه شغال عليه.